الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله عبدا قال آمين. آمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله، الله الله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. عندنا الأخ الفقير صفوان الكيالي من دمشق. الأخ صفوان الكيالي من دمشق يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدة: شاهدت شمسا كبيرة شكلها ثماني ولها نور عظيم، لكني محتجب عن نصفها بظلال شجرة ونبات، بظلال الشجر والنبات. عند القيلولة قبل الظهر شاهدت، يعني قبل صلاة الظهر، شاهدت نورا عظيما مبهرا منعني من النوم، ثم ظهر مرة أخرى على مساحة جدار البيت، على مساحة جدار البيت، ومنعني من النوم أيضا، فقرأت الورد اليوم حتى استطعت النوم لربع ساعة تقريبا. أعتذر عن أمري كله. إذن هذا الأخ الذي هو صفوان الكيالي يقول: رأيت شمسا كبيرا على شكل الثماني. هذا الشكل كنا تكلمنا فيه فيما سبق، ولا لا ليس لنا الإعادة في نفس الكلام دائما، ولكن هذا المثل الذي هو مثل هو نفس الأمر، كأننا نعيد نفس الكرة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري. هذا الكوكب على حسب قرب المريد به، على حسب وصفه، بما علم مسبقا وبما رأى مسبقا في كنه كتاب السماء. فلذلك يقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لما رأى كوكبا قال هذا ربي. يعني البداية هي الكوكب وليس الاستقرار في الكوكب، يبقى الكوكب على كنه ولكن يتغير من كونه نجما كوكبا إلى كونه قمرا كوكبا، كذلك إلى كونه شمسا كوكبا. إذن هكذا، فيعني آخر مرحلة هي الشمس، ثم هذه الشمس في حكم المشاهدة تورثك علم أن تعود وتوجه وتتجه وجهة الباري سبحانه عز وجل. يعني مراحل هذا المثل النوراني لكل مرحلة علما معينة. يعني عندما ترى هذا النجم يكون صاحبه، كل من رأى نجما نورانيا أو رأى أو يعبر عنها بكونها نقطة هكذا، أو لا يعبر يتركها هي سرا بينه وبين قلبه أو نفسه، فمحور كنهه في الطريق بعلم النقطة، هذا هو. فهذا يعد في تلك المرحلة عنده علم اليقين، ولا يعد من أهل عين اليقين. عين اليقين من رأى القمر بازغا، هذا هم أهل عين اليقين. يعني علم اليقين حتى ولو أنت ترى، أنت في كنه المشاهدة، أصلا كل مقام الإحسان هو الرؤية والمشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. ولكن هذا الكاف قسم عند أهل الله بثلاث مراتب، طبعا الكوكب أو النجم، ثم القمر، ثم الشمس، هذا هو. فهذا الكوكب الذري الذي هو طبعا هذا النجم الذي أخذته بالبيعة وبالذكر وبالاستغفار وبالقبلة وبالصلاة وبالصيام وما أورثته من عبادة،
هذا هو علم اليقين، وهذا شأنه مقام الإحسان. ومقام الإحسان كله عبادة الجوارح، يعني كل مقتضاك الذي تشتغل به في كنهك اليومي من صلاة وصيام وأذكار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذاك من العبادات والصدقات إلى غير ذاك، كلها ماذا تورث لك؟ تورث لك نجما نورانيا، تورث لك هذا النجم النوراني، يعني سطوع نورك يصل إلى مرحلة النجم. ثم على قدر الأعمال القلبية، على قدر الأعمال القلبية التي هي الشعب الإيمانية طبعا، التي تقتضي، التي هي أول شعبة هي إماطة الأذى عن الطريق، إلى أعلى شعبة وهي لا إله إلا الله، ليس لها علاقة بالأعمال الجوارح، هذه أعمال قلبية، هذه تأتي بعدما تكون أنت قد اشتغلت على الأعمال الجوارح وأتقنتها وأخلصت فيها، وطبعا صار الجسد تعود على هذه العبادات وتعود على هذه الرواتب وعلى هذه النوافل، فانتقل إلى مرحلة القلب وإلى أن يريد يراقب قلبه حتى يثبته رب سبحانه وتعالى ويثبت هذا القلب على الإيمان. هذا القلب طبعا إذا كنت تشتغل على الأعمال القلبية هي التي تورثك النور القمري، هي التي تورثك، لا تستطيع أنت قد اشتغلت معا على الأعمال الجوارح ثم على الأعمال القلبية، فتلقائيا سترى القمر النوراني بازغا، يعني عندما مرحلتك عندما ترى هذا القمر النوراني تدرك نفسك بأنك أنت في مرتبة شعب الإيمان، في مراحل شعب الإيمان، وأنت تشتغل على هذه المراحل حتى تقوي قلبك وتثبته على نورانية الإيمان. أنت تتخيل تشتغل على مراقبة القلب ولكن ترى نجم، لم تشتغل على هذه الأعمال القلبية، ليس لك فيها حظا، طبعا منعك أمر معين من الاشتغال على الأعمال القلبية. أنت حتى ولو كنت تعبد الله ليل نهار تعود تشتغل على الجوارح ولا تشتغل على القلب، هذا هو حتى تعلم نفسك، يعني ليس الأمر تقول أو تحكي أو لا تحكي، الأمر أنت تفقه كنهك، لأن هذه المشاهدة رسالة من الله حتى تدرك مقامك أنت، أين أنت في حضورك مع حضرة ربي أو في معرفتك لنفسك، هذا هو. تشتغل، قلنا تشتغل على أعمال جوارح، هذا هو. لا تشتغل على الأعمال جوارح ولا تراقب قلبك، أنت في ظلمات حالك. يعني المريد عندما يبايع ويرى النجم وبعد هذا يفتقده، ما سبب فقدانه؟ تهاونه في الأوراد والأذكار وإدباره لقبلة المصطفى عليه الصلاة والسلام، آنذاك في ظلمات حالك لا ترى شيء. بدأت تشتغل نوافل وتشتغل رواتب من قيام ومن إقبال على الباري سبحانه عز وجل، وطبعا من صيام ومن أوراد عديدة، هذا هو التي بثها لك شيخك، فاتضح لك هذا النجم، هذه أعمال جوارح، أعمال ليس هذا ومقام الإحسان، لا هذه أعمال جوارح، هذه ما زلت في أعمال طبعا العبادة. ثم اشتغلت على هذا القمر، فصار يتضح لك القمر من هلاله إلى أن يصبح بدرا كاملا مكملا. أنت قلنا في الأعمال القلبية، أنت في الأعمال آنذاك القلبية، فأنت بدأت وصمت بظهور الهلال إلى عيدك طبعا وإلى عيدك الفطر إلى أن تفطر، هذا هو. لا تفطر إلا على محل الله، ولا تصوم إلا مع سوى الله. إذن ها أنت أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فهذا هو، ليس قصد صيام الجوارح، صيام الإمساك عن الطعام يعود في الأعمال القالبية وليس القلبية، نحن نتكلم الآن عن الأعمال القلبية، فلذلك يظهر لك تحول القمر من منازله من منزلة إلى منزلة، هذا هو تقلب القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، دائما تنتقل من منزلة إلى منزلة، من خير إلى شر، من قبض إلى بسط، إلى أن يثبت الله هذا القمر فيصبح كليلة بدرية. ثم بعد هذا تنتقل إلى الشمس، فيظهر لك النور كالشمس ساطعة، وضوح تام، حتى بشدة ظهور هذه الشمس كالشمس وقت الظاهرة، حتى تملأ لك
طبعا أفقك ولا تعود ترى إلا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو مقام الإحسان، هذا هو مقام الإحسان. شمس، رأيت شمس ثم أفلت، لا، في لحظة رؤيتي للشمس أصبت كاف التشبيه، طبعا غفلت عنها وذهبت آنذاك، عدت يا إلى الأعمال القلبية إذ عادت الشمس قمرا، أو عدت إلى أعمال طبعا الجوارح إذا عادت نجما، أو عدت إلى الغفلة الكلية وإلى الظلمات إذا أدبرت هذا النور وهذه القبلة. الأمر جيد لمن يريد التربية لنفسه، يعني ميزان عدلي أعطاه لك ربي، بوصلة قسطات حتى تزن بها نفسك وانتهى الأمر، يعني لا تعود حتى تسأل، ليس لك وقت في السؤال أو ليس لك يعني شغل في السؤال، ما الأمر صار واضحا. نجما أعمال جوارح، قمرا أعمال قلبية، شمسا أعمال الروح، مقام الإحسان عمل الروح، عمل الروح. بعد هذا صار ما في قمر ما في شمس ما في نجم، صار نور على نور، ما بقي إلا نور المولى، عمى نوراني سير الله. هذا هو، وانتهى الأمر، خلص أنت وربك، وصار الإنسان يفقه ماله. الصوفية أو هذا المقام ليس لقلقة اللسان أو كثرة الكلام أو قراءة الأوراق أو إنقال كلام من طبعا من لسان إلى أذان، ولكن طبعا شغل شاغل ببوصلة ربانية رزقك الله إياها لكونك أنت تبحث عن معرفتها، أنت تريد أن تبحث وتشتغل وتبحث حتى تريد إصلاح نفسك، هذا هو تريد فعلا، أنت فيك غبط، فيك ضيق في نفسك، تريد أن تطهر نفسك، تريد فيك هم، فيك شحنة. أنا أتكلم على من يضع القبر بين عينيه، كلما سجد يقول ربما لا أرفع منه، أو كلما شهق يقول ربما لا أزفر زفيرا آخر، هذا هو الذي نتكلم معه، وليس لمن يريد مجرد أن يحب سماع الكلام فيمر عليه مر الكرام، لا، طبعا هو من يشتغل بكنه علوي ويريد فعلا إشغال نفسه بذكر الله حتى تتضح له مرتبة. سبحان الله، كل الكتب أهل الله جميعا، كل الدراسات نتاع الأولياء وليس نتاع المتصنعين والمتشدقين، كلهم بنفس اللغة، نجم عمل الجوارح، مقام الإسلام نور الإسلام علم اليقين، قمر عمل القلب، مقام الإيمان نور الإيمان عين اليقين، الشمس مقام الروح مقام الإحسان، طبعا شغلك الشاغل بنور الإحسان حق اليقين، هذا هو. بعد هذا تصبح حالك ومقامك واحد وعلمك واحد، ها أنت وربك سر، انتهى الأمر، ثلاث نقاط. إذن ها أنت صنفت أمر، ولكن تحبسني رؤية الشمس، ماذا تحبسني؟ عندي إحالة بيني وبين مقام الإحسان، ما هي هذه الإحالة؟ هي شجرة أشجار ونبات، يعني هذه الأشجار أو هذه الظلال التي منعتك من ظهور هذه الشمس الأزلية حتى تمكن قلبك منها واستقل هذا القلب وصفى وارتقى ونما هذا القلب وصار، يعني هذه الإحالة هي من نفسك، هذه الإحالة هي انظر ماذا تفعل فيمنعك وتمنعك من رؤية هذه الشمس، أزل. لذلك أهل الله يقول عليك أن تقول لا لي ولا معي، يعني ليس لك شيئا فتذل هذه النفس وتنقص منها وتقلل من شأنها حتى تموت وتفنى ولا تبقى لها بقية، ثم وليس معي، ولا تتكل عن ما سوى الله في أي أمر كيفما كان. يا شيخ أنا أعبد الله وأقوم بالورد وأقيم الليل وأذكر الله نهارا وليلا، ولكن أرى مجرد هذا النجم فقط ولا يكبر، لأنك لا تشتغل عن الأعمال القلبية،
لأنك لا شأن لك بالأعمال القلبية، ما أنت عندك في معتقدك بأنك بكثرة الصلاة والعبادة صف خلاص ستتصل إلى هذه الحضرة، لا ربما تعود عبادتك حجاب لك، لأن العبادة ليس هي غاية، هي وسيلة توصلك إلى المعبود هذا هو، وليس تأخذها هي غاية وتجعلها نصب عينيك، وبدل أن تصبح هي براقا تعرج بها إلى حضرة المولى فتعود أنت تعبد العبادة، لا هي العبادة نعبد بها الرحمن ونسجد بها لله سبحانه عز وجل، وليس لأن هناك من أين يتكون هناك كبر في هذا المجلى، لأن يتكون لك من كثرة عبادتك، أنت تكثر العبادة مثلا وتكثر الأوراد فتعود لا تستطيع إزالتها أو التخلي عنها، تصبح لك حجاب، تقول كيف، لذلك تجد بعض المريدين لا يستطيعون أن يتخلوا عن الأوراد سالفة كان يستعملها فيما مضى، تعود عليها ربما 20 عام وهو يستعمل هذا الورد، فإذا أتى عند شيخ وقال له عليك بهذا الورد يقول والورد الأول هل ممكن أن أعمل بهما معا؟ ما سبب هذا القول؟ هو تعظم الورد وتعظم هذا الأمر في قلبه، لذلك مولاي عبد السلام بن ماشيش رحمة الله عليه وأرضى عليه الله وعليه أفضل الصلاة والتسليم ماذا يقول؟ من دلك على الأوراد أتعبك، فيعد هذا الورد لا تجعله لأنه هو مجرد تعب لك، إذا أكثرت عليك منه أتعبت نفسك، فأنت في الأول يعني تروض النفس بالورد حتى يصبح الورد وارد، وتورد نفسك وتروضها بالوارد حتى يصبح الوارد ود، وتورد وتروض نفسك بالود حتى يصبح هذا الود طبعا صفة من صفات الودود، فيصبح صفة من صفات الرحمن، وتتخلق بصفة الرحمن وتكون أنت على صفة الموصوف وعلى خلق الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن هكذا، يعني هذه هي إن كانت هذه، لأن لذلك تحسيس وطبعا وترتيب لنفسك وإعلان لنفسك أن ترتب حالتك بنية مسبقة ما هي غايتك من هذا الطريق هي تكفيك، تكون لك كفاية وشفاية هذا هو. فالمعرفة يعني المعرفة يعني لا تقتضي بمجرد بما عملته أنت، ولكن بما جنيته من عملك أنت، ما جنيت، ماذا تحصلت على ماذا، وهذا الحصول ليس بحث في أوراق قلنا، ولكن هذا الحصول بحث في قلبك في نفسك وما أخرجته من كنوز قلبك، ما أخرجت من هذا القلب، أي كنز أظهرت لنا من هذا القلب من برزخية القلب، لذلك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هذا هو، طبعا هذا البرزخ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فكن أنت الذي طبعا تغوص وتسبح طبعا في عمق نفسك فتستخرج لنا كنوز الشريعة وكنوز الحقيقة، وتستخرج لنا ما ثمرة العمل التي عملت بها وثمرة التربية التي تربيت بها وما تحصلت عليه، لا تحتاج لشيء، ما أنت بنفسك ويكون القلم صديقك وترث وتدون ما تحصلت وما أخرجت وما أنتجت من كنوز حتى لا تغيب عنك وتبقى في مدخراتك وتصبح لك مكتبة خاصة بك، وتصبح قد حتى إذا سألناك من أين لك هذا العلم حكيت علينا وخبرتنا بأنك أخذته من نور المولى، أنت فعلا أخذته من نور الله أخذته، فلذلك يقول ببركة شيخي، يعني أخذته بشيخي، مجرد نسمع ببركة شيخي نفقه تلقائيا بأن بركة التي رزقني الله إياها على يد شيخي وبثها لي في قلبي هذا هو إنتاجها وهذا هي إدلالها، أما إذا كنت تبحث في الكتب فهذا أي إنسان يستطيع بحث في هذا وليستطيع أن يأتي بهذه الأخبار والمعلومات طبعا، يكون هذا نسميك باحث وليس نسميك عارف أو وصلت إلى ما وصلت أو أدركت إلى ما أدركت، حلاوة العلم عندما تعود به إلى صفة العالم الذي هو الباري سبحانه عز وجل، عندما تعود به إلى المولى وتستخرج علوما قديمة أزلية قريبة من عهد رب فيصبح حديثك قريب من عهد الباري، قريب من عهد الباري لأنك أخذته من عماء، أخذته من رحمة هذا هو، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة
هذا هو ليس كافي هذا، وعلمناه من لدنا علما، ولم يتعلم من أحد بل تعلم من عين الرحمة علم الرحمة، ما هو أتيناه رحمة وتعلم من علم الرحمة هذا العلم، هذا هو المقصود. فأتوا هذه الترتيبات تأتي بهذه المقامات في أي كيف ما كان، لأن سير الله وطريق الله واحد ليس له تبديل ولا تغيير، هذا هو. فكل أهل الله وكل أهل الشرجرة من المصطفى عليه الصلاة والسلام ملتمسون، طبعا يأخذون من نفس المشكات ومن نفس الكوكب الذري، هكذا يقول. أما يعني المشاهدة الثانية لنفس الأخ يقول: شاهدت نورا عظيما مبهرا منعني من النوم، ثم ظهر مرة أخرى على مساحة جدار البيت، طبعا على مساحة جدار البيت، ومنعني من النوم أيضا، فقرأت الورد اليومي حتى استطعت النوم. هي المسألة موجودة كل هذا الذي نتكلم عليه في السنة، حتى رؤية ومراتب النور الذي يأتي في السنة واضح في حديث صحيح مسلم طبعا، وهو دعاء النبي خروجه من المسجد من البيت إلى المسجد عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي نورا في قلبي في سمعي في بصري في كلامي عن يميني عن شمالي، كل هذا بصفة معينة، يا كوكب يا قمر، عن يميني عن شمالي من أمامي على شكل مسيراج فوقي تحتي، حتى عندما قال في شعري صار خلاص مناطق التي ينبت فيها الشعر تصبح نور خارج سطح الجلد ثم في جلدي، يعني خلاص انتقلنا من السطح الخارجي وانتقلنا إلى الجلد، ثم من الجلد إلى اللحم إلى الدم إلى العظم، حتى اجعلني نورا، وعندما جعلني ربي نورا صرت أنا يعني كطيف نوراني، كطيف نوراني، كشكل نوراني، جسم نوراني، لم أعد جسم مادي أو طيني، ثم أعظم لي نور، هذا هو. فهذه العظمة النورانية حتى أبقى أشتغل عليها وأصبح نورا على نور، ولا أعد أرى أي شكل كيفما كان، بل أرى مجرد العمى. أينك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل الخلق؟ الخلق كان في عمى، يعني عندما أعظم لي نور كأنك تعود بي يا ربي قبل خلق الخلق، فلا تبقى لي بقية ولا يبقى لشيء بقية آنذاك، أينما تولوا فثم وجه الله. خلاص، ها نحن انتقلنا من مقام الإحسان إلى سر الإحسان، هذا هو، أو من عين الإحسان إلى سر الإحسان، وهي وعظم لي نور. هذا التعظيم هو الغاية في الذهاب، ثم القيام آنذاك بصلة موصولة بين العبد والمولى في حكم الصلاة التي هي عماد الدين وأساس الدين. عندما يكون الصلاة نور طبعا تصبح أساس وعماد الدين. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا في صلاة الخسوف ماذا قال؟ قال: عرضت بعدما انتهى ومد يده ثم عادها، فسئل من قبل الصحابة: ما بك يا نبي الله، لماذا أمددت يدك وعدتها؟ قال: عرضت علي الجنة، عرضت أو في رواية ضربت لي الجنة في عرض هذا الحائط، يعني في عرض الحائط رأيت الجنة، رأيت ما لم تراه عين ولم تسمعه أذن في عرض الحائط، وقع لي تجلي الجنة في عرض الحائط، كأن هذا الحائط صار لي شاشة فصرت أرى فيه الجنة وما فيها. إذن إذا أسقطنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما تقوله أنت، يعني تقول رأيت نورا في جداري على مساحة جدار البيت، يعني عرض علي نور الباري، عرض علي نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين في عرض الحائط أو في عرض الجدار، هذا هو. فلم أعد أرى الجدار بل صرت أرى نور الإيمان، لأن النور هو أصل الموجودات، هذا هو، وليس الموجودات التي هي أصل النور، الموجودات هي أثر النور. أول شيء خلقه الله سبحانه عز وجل طبعا خلقه من نور الباري سبحانه، قبض قبضة من نور فقلت لها كوني محمدا، وأول ما خلقه الله نور نبيك يا جابر، هذا هو نور نبيك يا جابر. حتى في مفهوم النور حارت فيه العقول، لأن هناك أول ما خلقه الله نور نبيك يا جابر، وهناك في حديث آخر عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نورا أني أرى. إذن عندنا نور الخالق ونور المخلوق،
أول نور خلق هو نور النبي. يعني الإنسان عندما يقول رأيت نور المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا النور له المثل وهو المثل الأعلى، فهذا النور يتمثل بالمشكة والمصباح والزجاج والكوكب الذري. أما نور الباري لا مثل له، نور الباري نور مطلق لا تستطيع أن تمثله ولا تستطيع أن تصفه، هذا هو، هذا لأنه نور الخالق، هذا هو نور العماء. إن كان ربنا قبل خلق الخلق في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هنا يأتي طبعا المتشدقون الذين طبعا قرأوا بعض الكتب فصاروا كأنهم يحتجون عليها يحتجون علينا بها. لا، ما النور مخلوق، ما نحن حتى نحن، انظر أنت بأي أمر تتكلم على الأقل. فإذا كنت تتكلم عن نور النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نوافقك في الكلام، لم نقل لك هو نور هو الخالق، بل قلنا لك هو نور النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول نور خلقه الباري سبحانه عز وجل، ومنه خلق جميع الأشياء التي خلقت من نور الباري سبحانه الذي هو نور النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما نتكلم عن نور الباري يستحيل أن تصفه بأنه مخلوق، بل خالق، والحديث صريح في هذا الأمر: هل رأيت ربك نورا أني أرى، نورا أني أرى، نورا أني أرى. وإذا سرنا في حكم السير والسلوك الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الخروج من البيت إلى المسجد، ارزقني في قلبي نور وسمعي وبصري وعتبي من جسمانية إلى حقيقتها الأولى وإلى نور النبي الأول الذي أول نور خلقه الباري وهو نور النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما يقول وعظم لي نور، ما خلاص غيبني عن نور الذي خلقتني منه برؤية نورك الذي ليس كمثله مثل، هذا هو، غيبني إلى حضرتك يا ربنا، غيبني في حضرتك، إنك على كل شيء قدير، وربي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا يقول وما منعني من النوم، هذا هو، لأنه طبعا ظهر نور الله، فالنوم يعد كأنه غفلة، وإذا حضر النور حضرت اليقظة، وإذا حضرت اليقظة غابت الغفلة ولم يبقى هناك نوم وشيء. هنا ماذا قال؟ قال قمت بالورد، أراد أن يعود للغفلة، أراد النوم، فصار الورد هنا غفلة بالنسبة للذكر. سئل أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه لماذا لا تذكر الله؟ قال كيف يغيب عني حتى أذكره؟ يعني هنا ماذا يراه؟ يراه هو الورد ويرى الذكر بالنسبة له غفلة، هذا هو، صار العمل تعب، صار الورد تعب. لذلك مولاي عبد السلام بن مشيش يتكلم من هذا الباب ويقول من دلك على الأورد أتعبك، ولا بد في الأول التعب. لا بد في الأول التعب، ولكن لذلك الكلام يختلف على أي مقام ومن أي مقام يتكلم المتكلم، هذا هو. فلذلك كلام العارفين لا يفقهه إلا العارفون، هذا هو. العارف هو بستان يقتات من كل الأشياء، ولا يقتات منه إلا من كان مثله، لا يعرف النبي إلا أخوه النبي، ولا يعرف الولي إلا أخوه الولي. لذلك نحن نقول معرفة الولي صعبة، لماذا؟ لأن الولي لا يعرفه إلا الولي ولا يعرفه إلا الله، هذا هو خلاف طبعا. فلذلك لا تستطيع، البعض سبحان الله، البعض طبعا أطال كلامهم حتى صاروا ينصبون الأولياء بمقامات متعددة، يقولون هذا وتد وهذا غوث وهذا قطب وهذا ختم، هل هو صرح بنفسه بهذا القول؟ لا، ولم يقل شيء، وأنت كيف نصبته؟ فالغوث لا يعرفه إلا الغوث مثله، فما دلالتك على أنه غوث؟ هل أنت غوث فعرفت أخوك الغوث؟ هل أنت قطب فعلمت أخوك القطب؟ إلا في حالة إذا كان الولي صرح بهذا وأخبر عن نفسه وأدلى عن حقيقة مقامي آنذاك. طبعا حتى إذا حكيت عنه نفس الكلام فقيل لك من أين لك هذه المعرفة؟ قلت هو دل على نفسه بهذا في قوله كذا وكذا وكذا، وآنذاك أنت بريء من هذا القول، وعدت ببركة القول أو عدت ببركة العلم لعالمه لصاحبه، هكذا. أما أنت عندما تريد أن تعظم الولي وتعطيه طبعا مقام
وتسميه بالغوث أو القطب أو هذا ستحاسب عليه يوم القيامة، لأن لا دراية لك في تنصيب المقامات هكذا، كما لا دراية لك بالنبي وبالرسول إلا إذا أخبر عن نفسه فقال لك أنا رسول الله، وقال لك النبي أنا نبي الله، آنذاك أنت تخبر بما أخبر به النبي عن نفسه وبما أخبر الرسول عن نفسه، ولست أنت رسول أو نبي حتى تحدد هل هذا رسول وهل هذا نبي وهل هذا ولي وما هو مقام رسالته وما هي مقام نبوته وما هي مقام ولايته، هذا لا شأن لك به، فالزم أدبك. هكذا يكون المريد الساطع. إذن يصل الإنسان إذا صار نوره عماء مطلق فيغيب غيبة كلية، فآنذاك تنكشف له الذات العلية، فإذا انكشفت له الذات استترت الصفات والأسماء، وغاب الوصف في الموصوف وغاب الاسم في المسمى، ولم يبقى إلا هو سبحانه عز وجل. بعد الإيقاظ تتذوق حلاوة المناجاة والناس نيام. عندما أقول الناس نيام لا أقصد ليلا، ولكن الناس نيام يعني غافلين عن مقامك الذي أوصلك وكشفك الله عليه، يعني مقام الذي أوصل. بعض عندما يسمعونني يعني تذكر الله والناس أو تدعو الله وتناجي الله والناس نيام يتخيل أني أقول له، لأن المناجاة ليست هي مجرد مقيدة في الليل دون النهار، بالعكس المناجاة هي مخ العبادة، هي حقيقة العبادة، هي ذوق العبادة. فلذلك هذا الذوق، يعني انظر متى حضرت في حضور تام بحضرة الباري، آنذاك أوصلك الباري إلى ما أوصلك إليه. الفقير عبد الله الكمار من أمريكا يقول السلام عليكم، انتقلنا من صفوان الكيالي من دمشق إلى عبد الله الكمار من أمريكا، وانتقلنا من المشاهدة إلى الرؤية. الأخ يقول عندي رؤيتين، يعني نائم فرأى في ما يرى النائم في منامه، رأيت حضرتكم وأنت تضحك لي حتى ظهرت أسنانك الشريفة، ولكن كان لون الأسنان أصفر. احنا دائما نقول هذا هو الشيخ مرآة المريد، وليس عيب المريد أن يرى الشيخ في عيب، فيه عيب معين، لأن ما دام هو مرآة فأتاك في رؤية منامية حتى يظهر لك عيبك أيها المريد. فأنت اتخذت الشيخ من أجل ماذا؟ حتى تعرف عيوب نفسك، فإن كانت هذه العيوب تحق لك إصلاحها بنفسك أصلحتها، وإذا لا يحق لك إصلاحها بنفسك عدت بها إلى شيخك حتى أصلحها وأزال العيب منها، هذا هي المقام. فالعيب يعود فيك، يعني لو نظفت أسنانك، لو نظفت أسنانك لذهب إصفرار أسنانك. الأسنان هم طبعا الأقارب، هذا هو الأسنان، صفرة الأسنان غفلتك عن أقاربك، ربما قلت صلة رحمك طبعا بالأقارب، أو البحث والاستفسار، ولا أقصد يعني زيارة الأقارب حتى تذهب إليهم جسدا وتدق بابهم فما دمت أنت في أمريكا ومسقط رأسك طبعا وأهلك ومعارفك وأحبابك في مصر، على الأقل اتصال هاتفي تسأل عن أحوالهم، تطمئن نفوسهم بصلتك، فآنذاك ها أنت طهرت الأقارب وطهرت وقمت بصلة موصولة بينك وبين الأقارب. صلة الرحم تزيد بركة في الرزق، كل من أراد رزقه أن يكون مباركا وأن يغنيه ربي سبحانه وتعالى فليصل رحمه، هذا هم الأسنان. رؤية ثانية، رأيت أني أسيح في مدينتي ليلا ورأيت أجسام بشرية كأنها ميتة ومجوفة، وكان هناك يدين بيضاويتين تأتي إلى هاتين الأجسام واحد تلو الآخر فتنزع الرقبة والجزء من الكتف، فكنت أرى باطن تلك الأجسام مظلم كأنه سحب سوداء كثيفة، ثم تأتي اليدين البيضاء وتضع وسط هذا الظلم مصباحا منير، وكنت أقول في نفسي من هول منظر تلك التماثيل الفخارية المظلمة التي لا حياة فيها أن هذا المصباح يجب أن ينفجر في داخلهم حتى تنجلي تلك الظلمات. ثم سرت في تلك المدينة حتى وصلت إلى ساحة فيها ناس كثير ولم أعرفهم ولم أرى
وجوعهم وأنا هممت بأكل الطعام وما إن بدأت في الأكل حتى ظهر زيد الشيخ وسط الساحة فالتفت الناس حوله وأنا معهم وقمنا بحضرة وسيد الشيخ في الوسط كان طويل بشكل ملحوظ ثم انتقل سيد الشيخ إلى الحلقة وكنت أنظر إليه وكان بيني وبينه شخص أو شخصين وجزاكم الله خير. نعم أنت في منطقة في مكان مظلم موحش بلد الكفار لا يسمع فيها حتى الآذان وكل بلد لا يسمع فيها الآذان تكثر فيها الظلمات وتكثر فيها الشياطين لأن مجرد سمع الآذان يفر منه الشيطان هذا هو لذلك في السنة كلما طبعا دخلت عليك وقت الصلاة في مكان معين فلتؤذن ثم تصلي تؤذن حتى تثبت طبعا آذان الباري في ذاك المكان كأن هذا الآذان الذي تؤذن في ذاك المكان وأنت خلاص عارف وقت الصلاة فلماذا تؤذن؟ ما سبب في السنة أن تؤذن وأنت في الفلا؟ ما خلاص عندك ساعة وعلمت بأن وصل دخول صلاة الظهر فلماذا لا تصلي فقط؟ لماذا عليك في السنة ومن الأحسن أن تؤذن؟ آذانك في ذاك المكان كأنك وضعت بسط نوراني أين وصل صوتك؟ كأنك بنيت بيت الله فقمت فيه للصلاة هذا هو لأن الأرض كلها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فأينما أذنت جعلتها روضة من رياض الجنان هذا هو بين قبري ومنبري بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة تثبتها في أي مكان كنت عند أدائك للأذان فيفر الشيطان ويفر الطاغوت إلى مكان لا يسمع فيه الأذان فتقيم أنت هناك الصلاة كأنك في روضة وفي مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام كأنك يعني تطرد الشياطين بهذا الأذان وتجعله مكانا طاهرا من أجل أداء الصلاة لذلك السنة طبعا عسل حلو حتى تفقه ما تفعل في حياتك هذه هي الرحمة المهداة التي هداها لنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ربي رحمته لنبي عليه الصلاة والسلام أن جعل له الأرض كلها مسجد ونبي عليه الصلاة والسلام جعل الآذان في كل صلاة إذن ما شاء الله هكذا طبعا نظفت المسجد وقمت فيه للصلاة فهذا المكان الذي أنت فيه لا يقام فيه ما نتكلم فيه ليس هناك آذان طبعا ليس هناك آذان والمحيط الذي يحيط بك كلهم ومعظمهم وجلهم كفار كل والكافر ميت بقول الباري سبحانه عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إذا كان طبعا هو مجرد الغافي الميت فكيف للكافر معدوم عدم محض لا وجود له بد هذا هو أو ظلمة طاغوت يده فوق الأرض هذا هو فلا حتى تطهر طبعا المكان من هذا عليك بالأذان فثبت هذه وأحيي هذه السنة في بيتك يعني كلما أديت الصلاة معلومة أذن قبل الصلاة خلاف مثلا نحن هنا في بلد مسلم حتى ولو لم نؤذن نسمع الآذان فنصلي يعني رفع عنا هذا التكليف لأنه طبعا هذا التكليف كأنه فرض كفاية وليس فرض عين إذا أقام به طبعا الإمام في المسجد سقط على المأموم طبعا أو أقام به الفرض سقط عن الجماعة إذن هذا ما عليك أن تأتي به حتى أنت في مكانك وفي منزلك فتؤذن عند كل صلاة تؤذن عند كل صلاة فإذا بدأت بالآذان لأن عندما نقول الدعوة نقول للمريد لماذا لا تقوم بالدعوة كل واحد كيفما كان في بلد مسلم أو في بلد كافر إذا وجد نفسه منذ أن دخل للطريق لم يصل طبعا صوته لأحد فليعلم أنه بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبعك أحد فليس المقصود حتى تذهب عنده وتخلخل الإنسان وتقول لو عليك أن تأخذ طريق وتأخذ ورد لو كنت أنت فعلا تتمثل بالطريقة وبأصول الطريقة بحق التمثيل لكنت أنت سراجا منيرا تضيء المكان الذي أنت فيه
وما دمت أنت لا تأتي بأصول الطريق كما ينبغي له لن يتبعك أحد، حتى ولو بثثت دروس وبثثت مقالات ولا يسمع أحد كلامك. فلذلك البدء في الدعوة، هذه الدعوة الحقيقية، يدعو الله على بصيرة، ليس الدعوة هو إتقان اللغة، لا، الدعوة أن تكون بالبصيرة قبل أن تكون بلفظ اللسان. يعني اشحن نفسك بنور الإيمان أولا، ثبت السنة فيك وفي أهلك وفي بيتك ثانيا، أدعو لإخوانك المسلمين لأن الدعاء مخ العبادة، في محل سجودك في أي مكان وقعت فيه أدعو لأهل المنطقة بالتوبة وبنورانية الرحمن، آنذاك يتوافدون الناس من حيث لا تدري وبأي وبغير كيفية التي أنت تقررها، لأنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحباب إن الله يهدي من يشاء. فإذا اهتديت أنت إلى طريق الاستقامة طبعا وراعيت جوارحك ورقبتهم بنورانية الإيمان، طبعا الكل يتوافد هكذا من حيث لا ندري، هذا هو. فتجد الناس تسألك سبحان الله هل تتبع طريقة معينة، هل تتبع مرشد معين، هل لك سر، أنت فيك سر، أنت حالة خاصة، أنت أرى فيك شيئا يخالف، تغيرت كثيرا عن العام الفارط، لم نعد نراك كما كنا نراك، سبحان الله، ماذا تفعل؟ ماذا، ما هي هذه الأذكار التي تقوم بها؟ ما هذه النظافة؟ ما هذه النورانية الإيمانية؟ ما هذه النفحات؟ ما هذا القبول؟ ما هذا الجمال الذي يضيء منك؟ ما هذا النور؟ فتجد الناس تسألك وتستفسر منك هذا، آنذاك طبعا ما أنت خلاص وصلت إلى هذا، فعليك أن تدلي وتدلي بشهادتك ولا تكتم الشهادة، لأن من كتم الشهادة فهو آثم قلبه، وأنت طبعا سليم القلب، طاهر القلب، نظيف القلب، لا تستطيع كتمان الشهادة. فتخبرهم نعم فعلا أنا بدأت بأوراد وأذكار، أخذتها من الطريقة الفلانية، أخذتها عن الشيخ الفلاني، طبعا دلني عليها المريد الفلاني، وهكذا. إذن فتصبح أنت داعي إلى الله على بصيرة حتى ولو لم تكن في الأول. أما الآخر الذي يهيئ منصب وكرسي علمي حتى يقوم بالدعوة، ما شاء الله، هذا يبحث عن مال، عن راتب شهري، هذا علينا أن نصفق له تصفيقة، لمن؟ كمن هو فنان في أمر معين سيبدي لنا فن، لا، ليس هذه هي الدعوة. الدعوة أهل الله كانوا يمكثون في خلواتهم ليلا، وقيل للمصطفى عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن نخفي العبادة وعندما نصبح في المسجد نجد الخبر قد وصل لأهل المسجد، ما نحن أخفيناها ليل كل ونحن نستغفر ونصلي في خفاء لا نريد أن يطلع علينا أحد، تركناها سرا وإخلاصا بيننا وبين المولى، فكيف وصلت لأهل المسجد؟ نعم رب سبحانه وتعالى أوصلها لهم، لأن رب إذا أحب عبدا وإذا ذكرت ربي ذكرك في ملأ خير من ملأ الذي ذكرته فيه، وإذا أحب عبدا أذن مؤذن في السماء إن، وهو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام طبعا، إن الله يحب فلان فعليكم أن تحبوه، فتجد كل أهل الملأ يحبون فلان لحبهم، لحب فلانا بالله ولحب الله لفلان ولقيام بورد ووارد وصلة موصولة بين فلان ورب فلان، هذا الحب الذي طبعا بنيت به السماوات وصار سماء وصار فضاء يظل أهل الأرض، فينزل هذا الظل ينزل قبولا لأهل الأرض، فتصبح أهل الأراضي يحبون هذا الشخص الذي أحبوه أهل السماوات، لا يقول لهم هذا عليكم أن تحبونني فأنا حبيب ربي، أنا المحبوب، أنا علي أن أقوم بعطر وأقوم لا، ما هو كل شغله الشاغل هو أن يصب حضرة المولى سبحانه عز وجل، ما هو يذكر ويعبد من أجل أن يقتات ومن أجل أن يتذوق ومن أجل أن لا يطرد من حضرة الباري وحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقع ووقر فيما وقر، ورب سبحانه وتعالى طبعا أظهر نعمته على عبده
حتى بدأ العباد يتحدثون بهذه النعمة التي أظهرها ربي لعبده. أما عندما تبتعد عن حضرة الباري وتشتغل من أجل فلان وفلان وفلان، فرب سبحانه وتعالى آنذاك يجعلك من أهل القواطع، لأن أنت الذي أخترت القاطع بينك وبين حضرة الباري، فبدل أن تقبل على الباري أقبلت عن ما سوى الله، فأتعبت نفسك وضللت الطريق وابتعدت عن حضرة الباري سبحانه عز وجل. هذا هو، فطريق الله مستقيم، ليس فيه إحالة وليس فيه عوارض. العارض الوحيد الموجود في الطريق هو نفسك أنت أيها المريد. لو أزلت نفسك ما تجد إلا الله، ولو بقيت نفسك تحجبك بأفكار وهمية خرافية بنيت عوارض أبعدتك عن حضرة الله. إذن هذا المريد، المريد المتقن، يعني هذا المريد لو دخلت فعلا في هذه المدينة التي أنت تمكث فيها ومملوء بالأموات وليس فيها حظ للأحياء إلا يدين نورانيتين، يدين صافحت بعضهما البعض من أجل بيعة الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام، يد الشيخ ويد المريد. فإذا حافظت على هذا العهد وحافظت على هذا الورد وهذا الوارد، ظهر مصباح النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر السراج المنير، فبدأ يضيء لك الطريق في حضرة الأموات، فصار قبر بين القبور يسري، أما الروح فمن أمر ربي. هكذا صرت تسري أيها الجسد القبر الميت بصفاء وبسراج أمرية الربوبية التي هي نورانية الباري والنبي، فتضيء لك سيرك ومسلكك في طريقك في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا وصلت إلى هذا آنذاك فأنت تمثل الطريق في البلد الذي أنت فيه. فآنذاك أوصلت الرسالة، بلغوا عني ولو آية، بلغوا رسالة الله، الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. ها أنت أدركت ما عليك. فآنذاك فعلا ستجد شيخك لما عليه أحوال الذي كانوا لك يظهرون أموات صاروا أحياء. هذا هو، فظهرت وسطعت الطريق في المكان الذي كان مظلما وكان ليله ونهاره ظلمت بعضها فوق بعض، صار كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فانتظر، هذا ليس صعب على الشيخ، أنا أعدك سيأتي يوم وتجده كما حكيته هذه الرؤية، تذكرها جيدا. ولكن أنا أحذرك أن يأتي من يأخذ لك الأجر والثواب ولا يكون لك حظ الوصل والوصال. هذا هو، ليس المشكل هو يتخيل المريد كأن الشيخ عندما يحثه عن الدعوة كأن الشيخ يعني لن يصل إلى شيء إلا من باب هذا المريد. أنت في خطر، أنت في ظلمات، أنت في بعد، أنا أعطيك فرصة في حياتك حتى تبني طريقك إلى أمرية ربوبية ربك. أما أنا ما دمت شيخا ورب سبحانه وتعالى رزقني وأذن لي بهذا فسأصل بك وبدونك. هذا هو، ولكن أنت الذي تغتنم، أنت الذي تغتنم هذه فرصة أتتك فلا تضيعها، فإذا ضيعتها غيرتك وأتيت بمن هو أفضل منك وفي نفس البلد، وجعلت فيها زاوية وبنيت فيها طريقة، لأني هذا ليس لأني لا أتكل على فلان بل أتكل على رب فلان. هذا هو الفرق بين المريد والشيخ. طبعا أنا أوصل النور بفضل الله، ماذا هو؟ أوصل النور بفضل الله، وأنت تصل إلى النور بفضل الشيخ. ما إذا لم تفقه هذه العبارة فعد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
الله المعطي وأنا القاسم، انتهى الأمر. إذن هكذا السير. فلذلك عندما يبرز لك الشيخ مقام معين من أجل العمل، من أجل الخدمة، فاغتنم ولا تتكاسل، لأنه سيأتي اليوم وتجد ما أعطاك الشيخ نزعه منك وغيرك وأتى بمن هو أفضل منك، وتعود أنت لا حظ لك في ذاك، ولا تستطيع جبره لك، وتجد تجد الآخر وصل إلى الأعالي وإلى طبعا وعرف بها ما عرف وتذوق ما تذوق وأخذ ما أخذ، وأنت بقيت كأنك عدت إلى سياسة كما يقولون أهل الله، سياسة الدواب. إذن هذه فرصة سيدي عبد الله، فاغتنمها. أنا لا أقول لك عليك أن تحسن، ليس الدعوة مجرد أن تعطي درس أو بلغة معينة، لا، هو هناك من ينوب عليك في هذا الأمر، ولكن ها أنا وضحت لك وضوحا باث. أذن وادعو لأهل المنطقة بالتوبة والعودة إلى حضرة المولى، صلي لهم وادعو لهم حتى يرد الله بهم إلى طريق الهداية. هذا هو، هذا الأمر ربما سهل، هذا هو، لا يحتاج لصعوبة، هذا هو. وأنت والباقي عليك أنت في هذا السير. إذن هكذا، ويقول: وكنت أنظر إليه وكان بيني وبين الشيخ شخص أو شخصين. إذن هذا يبقى لك إحالة، إن لم تتقن سأظهر الشخص أو الشخصين ويعوضون لك العمل. وهذه دائما أمرر مريد منها، لا الذين معي في الزاوية ولا الذين خارج الزاوية، دائما المريد عندما يأتي بهمة ويأتي وتعود له همة يريد أمرا أوضعه في ذاك الأمر. أتقن فهو لنفسه، لم يتقن فليس له فيها حظ، ونأتي بمن ينوب عليه في الأمر بأفضل إتقان. هذا هو. فمن كان يعتمد على علمه في ذاك الأمر الذي وضعه شيخه فيه يجعل له الشيخ علمه حجابا له، ومن كان يعتمد على عمل يجعل له الشيخ العمل حجابا له، ومن كان يعتمد على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله في ذاك الأمر الذي وضعه فيه الشيخ فهو حسبه. فطوي له الله بالمسافة، وقرب له البعيد، وحضر به الفراد حضرة المولى والمصطفى عليه الصلاة والسلام، فبشرى له آنذاك بما أخذ من حضرة الباري وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الفقير سالم صالح من مكة المكرمة يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: سيدي الكريم، أنا عندي مشاهدتين، وأنا أقرأ ورد المغرب، ورد صلاة المغرب، إن كتبت لي كلمة من نور غير مفهومة، وثاني اليوم غير مفهومة، وثالث اليوم إن كتب لي اسم محمد بنور، وفي مشاهدة ثانية إن كتب لي حرف الألف بلون أخضر، والثاني يوم إن كتب لي حرف اللام بلون أخضر، وبعد فترة في ورد المغرب إن كتب لي اسم الجلالة الله بلون أبيض، وجزاكم الله خير. نعم، هكذا السير طبعا، أن تنتقل طبعا. فشغلك الشاغل طبعا انتقلت بدل الصفة من الاسم، وهو أول شأن في الطريق، أن تجلي اسم الباري سبحانه وتعالى فيظهر لك هذا التجلي. هكذا الطريقة، ونحن نشتغل على الصفة، يعني كأن مقام نخفيه عنك ونضع لك مقام الصفة، وهو أعلى من مقام الاسم. هذا هو توحيد الصفة، أعلى من مقام الاسم، يعني هو توحيد الصفة الذي هو مقام القمر. أما الاسم طبعا وتجلي الاسم هو مجرد أخذ البيعة في الأول، تأخذه بالاستغفار، فهذا هو أول تجلي وأول سلوك سار به المريد. إذن إن كتب لي اسم محمد عليه الصلاة والسلام، بخلاف أن في البداية في اليوم الأول أو الليلة الأولى والثانية والثالثة لم يظهر واضحا، ولكن في الليلة
الثالثة الأخيرة ظهر لي باسم محمد عليه الصلاة والسلام واضحا. المهم الثمرة أن ظهر لي وتجلى لي اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفيني وهذه غايتي. يعني ها أنا دخلت على الباري أو دخلت على اسم الله من اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم انتقلت إلى حروف الاسم الجلالة الألف واللام، ثم ظهر لي الألف، ثم ظهر لي اللام، ثم ظهر لي اسم الجلالة الله، وتجلى لي اسم الجلالة الله. إذا الأخ سالم صالح من مكة والأخ صفوان الكيالي من دمشق، من اليوم فصاعدا اذكروا اسم الجلالة الله وأنتم مأذونون فيه بهذا اللفظ، وأدعو الله أن تكونوا حاضرين حتى يصل لكم إذني الذي أنا أنطق به الآن، وهو هذا لفظ اسم الجلالة بهذه الصفة كما تسمعونها مني. الله 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 بهذا اللفظ والكيفية. طبعا جلسة خاصة في ذكر اسم المفرد وأدبا مع ذكر الاسم، الأحسن لا يذكر الإنسان اسم الجلالة الله وهو يمشي في الطرقات أو في الأسواق، بل يذكره وهو مستقبل القبلة وجالس في مجلس طبعا منفرد، وإذا كان في طريقه وفي سيره فليكثر بالاستغفار ويجعل جلسة خاصة ليلية قبل صلاة الصبح بذكر اسم الله المفرد، ويجعل جلسة نهارية على قدر ما استطاع في نهاره ولو بوقت قليل في استقبال القبلة ويذكر اسم الجلالة الله وهو مقبل، حتى يتجلى، لا أقول يتجلى له الاسم، حتى يصبح نوره كالشمس وقت الظهيرة هكذا. فآنذاك يجعل لنا الله لقاء وتحظى بسر المولى وبخلوتك في حضرة الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن بهذه الكيفية يكون قد اتضح لنا السير. فدائما في حكم تجلي الاسم طبعا، فهذا الاسم الذي تشتغل به ومنه وإليه هو علم الاسم وعين الاسم وحق الاسم، هذا هو علم الاسم، أن تعلم الاسم الذي هو اسم الجلالة الله فتتضح لك حروفه ويبدأ يتضح لك أثر هذا الاسم، وعين الاسم أن يظهر لك اسم الجلالة الله بحروفه بازغة ولا يحيل بينك وبين الاسم بالحروف البازغة أي شيء، بل تعود تراه في كل شيء، هذا يعد عين الاسم. فترى الاسم بالألف واللامين والهاء في محل السجود، في الحائط، في عرض الحائط، وأنت مغمض العينين وفاتح عينيك، هذا يعد طبعا عين الاسم. وحق الاسم أن تعود أنت كالنقطة تسري في الاسم، فهذا حق الاسم هو الذي تدرسه عن الشيخ الذي يسمى بالقراءات السبعين، فتنتقل من قراءة إلى قراءة، هذا حق الاسم، يعني تأخذه أسرار. أما عين الاسم هو أن لا ترى إلا الاسم ولا ترى إحالة بينك وبين الاسم في أي كيفما كان، بل يبقى الاسم. أما في حكم التجلي الصفة ما نحن ذكرناه مسبقا، نجما وقمرا وشمسا، هذا هو نجما وقمرا وشمسا، وحق الشهادة وحق المشاهدة وحق الصفة أن تراه شمسا ولا يفارقك طرفة عين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أتضرون في القمر ليلة البدر؟ قيل لا. أتضرون في رؤية الشمس وقت الظهيرة؟ قيل لا. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة. عندنا الفقيرة سارة من مصر، الفقيرة سارة من مصر، رأيت أنني بداخل مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام وأنتظر الصلاة، وبعدها وقفنا للصلاة كان معي إخوات زوجي لم يقيموا معنا للصلاة وتحدثوا سويا، وقالت إحداهما للأخرى سأصمت حتى ينتهوا من الصلاة، وكانت معي في صلاة ابنة أخرى وابنتي تقف خلفي والاثنتان طفلتان، وأثناء الصلاة كانت تريد ترك الصلاة
ولكني قلت لها أكملي صلاتك، وبعدها قلت في نفسي يجب أن لا أتحدث أثناء الصلاة. يعني حديث في الصلاة يبطل الصلاة، هذا هو الشرع. إذا تحدث الإنسان بغير ما هو في قراءته وفي دعائه أثناء الصلاة فهو صلاته باطلة. وكانت ركعة واحدة، وبعدها جاء زوجي وقال هيا لنذهب. قلت سألقي تحية على مولاي الحسين أولا، وذهبت للضريح وجدته مختلفا عما أعرفه، ويوجد أضرحة أخرى موجودة. سلمت عليهم جميعا وذهبت لضريح الإمام ووضعت رأسي عليه، وكان أخضر وناعم جدا، وكنت في حالة أشبه بالبكاء، واستيقظت من رؤياي. عندي صلاة وعندي حديث في الصلاة، وعندي صلاة ومعي من هو يصلي معي صلاة الجماعة، ومن هو معي وليس معي. هذا هو، هذه حالات الطريقة. هذا هو الذي يقول لك أحبك، الذي يقول لك أصدقك وأؤمن بك، وليس معك في الطريق كذب وبهتانا وزور، وانتهى الأمر. هذا هو، وأعطيك حديث صريح في هذا الأمر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر ماذا قال؟ قال أننا هناك قوم تبغضهم الملائكة والشهداء وليسوا بأنبياء. قيل من هم يا رسول الله؟ عسى أن نحبهم. قال قوم ليسوا من أرحام ولا أنساب، تحابوا بنور الله. يعني من هو حبيبك؟ من يرى نور الله مثلك، انتهى الأمر. من يشاركك في مشاهدة نور الله، هذا هو الحبيب. لا، أنا أنت في طريقتك وأنا في فكري وأنا في رأيي الخاص بي، ولكن أنا أحبك. ليست محبة، هذه عطفة، لا أحسبها أنا محبة. لو قلت محبة لأنكرت حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما عندكش الحق، سيف قاطع على اللسان. لا، تحبني فكيف لا تؤمن بما أنا فيه؟ حبيبي من جالسني من أجل نور ربي، حبيبي من جالسني بذكر الباري، حبيبي ليس حتى ولو لم يكن من أرحامي ولا أنسابي، ولكن هو حبيبي في نور ربي. هذا هو. وأزيدك، ولا يخافون إذا خاف الناس، لا يعرفون ما معنى الخوف. حبيبي لا يخاف، ولا يحزنون إذا حزن الناس، توكل تم على الله، ليس لهم خوف ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقين في حضرة الباري، هذا هو الحبيب. لا، أنا عندي أحد من الأقارب ولكن ليس معي في الطريق، لا تقل حبيبي، قل من أقاربي. ليس هذا حبيبك، حتى ولو كان أبوك أو أمك، ليس هذا هو حبيبك. حبيبك أن يشاركك النور، أن يؤمن ويصدق بما أنت فيه. كيف تقول له أرى نور الله ونور النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بما أنت فيه؟ نقول أحسن معاملته، أنا لا أقول لك أسئ معاملته، ولكن لا تلفظ بمعنى معنى الحبيب. نحن نتكلم الآن عن الحبيب. إذن حتى هان معي ناس وهم طبعا معي بعضهم في الصلاة ومعي بعضهم وليس معي في الصلاة. والمشكل حتى الذين معي في الصلاة وفي الصلاة وفي يؤمنون بي أرادوا أن ينكثوا فيخرجوا من هذه الصلاة. ما هكذا تقول الرؤية؟ فتركوا الصلاة، وأقول لهم لا تتركوا الصلاة. يعني يا بنتي لا تحزني على فقدانهم وتركهم للطريق، لأن لو ملأت قلبك وتعلقت بهم ستخرجين من الطريق وتنكثين كما نكثوا. لأن الكلام في قلب الصلاة يبطل الصلاة، فتبطلين صلاتك وصلتك بمن هو موصول بك وهو ربنا سبحانه عز وجل. البعض لا، هذا ما يقع للبعض في الطريق. أتيت أنا وصديق لي وأخذنا البيعة،
طبعا في الصلاة وفي حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن صديقي طبعا لا، ربما ما فقه الطريق، ربما أتاه الطريق صعب، ربما ليس أهلا حتى للطريق، أو أتى بنية ليست ترضي المولى والمصطفى عليه الصلاة والسلام، خرج من الطريق، صرت أتأثر به. لا فلان ما دام خرج من الطريق حتى أنا ربما هذا الطريق ليس طريق حق، فلو كان حقا لكان بقي فيه فلان، كأن فلان هو نبي مرسل، لما هو صديق لي عشرة عشرين سنة، ما نحن 40 سنة ونحن معا، وكنا في طريق مسبقة معا، كان عندنا نفس الفكر، درسنا الجامعة معا والثانوية والإعدادية، فالآن عندما دخلنا للطريق تركني، لا أستطيع تركه. يا ابني وإذا تنصر وتهود أتخرج من الإسلام من قبل صديق؟ إذن اتبع، فأنت معه. يتجلى ربنا لأهل النار بنارهم، ولأهل عزير بعزيرهم، ولأهل عيسى بعيسى، فيتبعونهم بما تجلى عليهم به، فكأنه يزفهم إلى نار جهنم حتى يبقون أهل الإيمان، لا يبقون الأصدقاء والأقارب، يبقون أهل الإيمان. ما أبقاكم؟ ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربنا. هل لكم بينه وبينه آية؟ هل لكم بينكم وبينه آية؟ هل لكم علامة؟ هل لكم إشارة؟ هل لكم نور؟ فيظهر لهم الله نوره، فيعطي لكل مسلم نوره، ويطفئ نورا، ويطفئ نورا للمنافقين. أزلها من صحيح البخاري. لا تقول فلان كان في الطريق لماذا خرج. يطفئ. ما دام كان منافق أقام الله عليه حجته فرأى نور ربه ثم أطفأه له، لأنه من أهل النفاق. روينا هذه في الحديث، مش الحديث اللي مروي، نفوسنا التي فعلا هذا ما تبحث عنه. فعندما صرنا نتعلق بسوى الله وبفلان وفلانة وبالحجب البالية الفانية التي ليس لها إلا النار، أخذتنا إلى ما نحن فيه. وإذا كان تعلقنا بالباري سبحانه عز وجل ثبت الله نوره في قلوبنا فكشف لنا عن ساقه وخررنا له سجدا. إذن هذا ليس كهذا، إذن هذا لا تستطيع أن تصفه بصفة أخرى، تقول له ما هو أبي أو أمي أو أخي أو أختي. فكم كان في عهد النبي من مسلم وأبويه كافران ومشركان، وكم من كان من أبواه مؤمنان وأبناؤهم مشركان وكافران. كل هذا معناه ماذا؟ من كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ورسوله وانتهى الأمر. إذا كان غرضك في الله ورسوله ففي الله ورسوله. الله نور، المصطفى عليه الصلاة والسلام سراجا منير. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. محمد ليس أب، حتى ولو كنت رجل، لا، سراج منير وليس أبوك، يعني حتى ولو تخليت على أبوك من قبل السراج المنير فلا شيء عليك، ولكن تخليت عن السراج المنير من أجل أبوك فويحك يوم القيامة مع ربك. هذا هو نعوذ بالله من السلب بعض العطاء. هذا هو. إذن فدخلت إلى الضريح فوجدته مختلف عما أعرفه، صح؟ ما أنت لا تعرفين سيدنا الحسين، ما كنت كما كنت تعرفينه قبل المعرفة إذا ثبت الله النور في قلبك، وصرت تعرفينه بعد المعرفة فتختلف المعرفة عن الغفلة.
معرفة الغافلين بالصحابة ومعرفة الغافلين بآل بيت المصطفى ليست كمعرفة العارفين، لا يعرف آل النبي إلا العارفين، ولا يعرف الصحابة إلا العارفين. لذلك سمي العارف عارفا لأن عرفه الله بنفسه فعرف النفوس كلها لأنها خلقها الله من نفس واحدة. ما حتى الآن الغافل يدعي بأنه يعرف معرفة البيت وآل البيت ويعرف معرفة النبي والأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين، لا معرفة له. ما هي لقلقة لسانية، علم خبري أتاك من ميت عن ميت، حتى العلم صار ميت. ما دام العلم ورثه لك الميت فحتى العلم ميت. لا، العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما العلم نور ويهديه الله لنوره من يشاء، يعني هذا العلم من الله. حدثني قلبي عن ربي، الرحمن علم القرآن، قل ربي زدني علما. ما العلم من الربوبية، من ربي ومن الرحمن ومن الباري، هذا هو. فما كنت تعلمه، لذلك عندما أستحي أنا أتكلم عن الأضريحة وأخاف، ليس أخاف من شيء، أخاف أن ينكسر المريد. لأن المريد تجد عنده خبر مسبق وتشبث بمن؟ بضريح معين، فتقدس الضريح في قلبي، فصار هذا الضريح بدل أن يكون واسطة بينه وبين المولى صار هو إحالة بينه وبين. هذا آنذاك لا تستطيع أن تقول له إنك على خطأ، فتقول اللهم اتركه هكذا حفظا من أن ينكر نكرانا كليا، على الأقل يقتبس شيئا ما من المعاني بقدر ما أوصله ربي إلى هذه الحضرة. ما يبني يقولون الصالحون، والكثير يقول إذا كنت في زمني الولي فابحث لك عن الولي يكفيك عن كل عالم وكل فقيه ومتحدث، حتى إذا عجزت عن فتوى ما فلا تسأل أحد، افت قلبك أو اذهب وتوجه لشيخك. هذه في مسألة الصالحين الأحياء. وإذا كنت لست في زمنهم، لا تعرف ولي، لم تحظى بمجالسة ولي، فآنذاك التجئ للأضرحة، أضرحة الأولياء الصالحين، وامكث هناك واستغفر المولى سبحانه عز وجل، هذا هو. فرب سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. ولكن إذا لم تكن في زمنهم، كنت في زمن غيرهم، أما إذا كنت في زمنهم فاستغفر عندهم وادعوهم أن يستغفروا لك ويدعون لك، لأن دعائهم مستجاب هكذا. أما عندما تذهب إلى الأضرحة في زمنهم وأنت معهم، طبعا لا تعرف شيء ولا تحظى بشيء، هكذا لا تحظى بشيء، لأنك تركت الحي وذهبت لمن انتقل إلى الرحمن. وإذا استدلت بأن أولياء الله لا يموتون بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، لم نخالفك الرأي، ولكن نحن صنفنا لك السير كيف يكون. فلا تنسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد كل 100 سنة يأتي الله بمن يجدد أمر دين هذه الأمة، يأتي بمن يجدد دين هذه الأمة، دين من؟ دين الأمة، يجدد دينهم، يجدد لهم السلوك، يجدد لهم السير. فأنت في زمن التجديد وتلتحق بمن سبق، هذا الذي سبق وانتهى كأن طريقته صارت بالية، فعليك أن تأخذ بمن يجدد لك. وإذا لم تجد المجدد آنذاك عد إلى ضريح هذا الذي كان في زمنه مجدد واستغفر هناك، الله وربي يستجيب لك الدعاء. هكذا يكون، ونكون قد أنهينا أسئلة هذا
الأسبوع. اللهم افتح علينا فتحا مبينا ونورنا بنور الصالحين وتب علينا توبة يا رحمن يا رحيم واجعلنا في حضرتهم من المبشرين بالجنة يا أكرم الأكرمين واعف عنا وعافينا في حالنا وأحوالنا وفي عبادتنا وفي حركاتنا وسكناتنا واجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا كانت هناك إضافة باسم الله كان هناك سؤال أو شيء أو نختم. إذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله.